يسعد صباحكم عن جديد. اليوم طبختنا لليوم مثل ما حكينا هي دجاج بالخردل مع بطاطا بيوريه، أكلة غربية طيبة كتير. حنشوف المقادير مع بعض. دجاج مقطع سلايس مثل ما انكم شايفين، أنا مقطعه ومتبله بزيت وفلفل والطرخوم، بيعطيه طعم كتير طيب، فينا نستغني عن الطرخوم. بطاطا مقطعة بهالشكل للسلق، كريم فريش، حليب حيكون عندنا للصلصة، زبدة، خردل، عصير الليمون، زيت أبيض. حيكون معنا اليوم الفليفلة الخضراء والفليفلة الحمراء والطرخوم والبندورة الكرزية طبعا للزينة. حيكون اليوم معنا كمان البهارات، ملح، فلفل أبيض وفلفل أسود. هلأ جاهزين لحتى نروح نعمل طبختنا مع بعض لليوم؟ يلا حنبلش بأول خطوة، هي حاطين نحن مي على النار عم تغلي، منحط البطاطا نسلقها طبعا لحتى تنسلق. هلأ هيك صارت البطاطا هون عنا عم تنسلق. بطنجرة تانية على النار حنبلش بتحضير الصلصة مع بعض، منحط زبدة بالطنجرة، نحرك شوي لحتى تذوب الزبدة. طبعا دائما بالطبخ الغربي بنعتمد نحن على الزبدة، مثل ما نكون شايفين بالطبخ الإيطالي بنعتمد على الزيت، بالطبخ الغربي بنعتمد على الزبدة والزيت الأبيض أحيانا. هلأ صارت الزبدة هون عندي، نقوي غازنا شوي، عم تذوب. منجهز الطحين لحتى ننزل فيه على الزبدة. الطحين بيعطيني تماسك للصلصة وبشد عندي الصلصة، يعني مو كافي انه يشد الكريم فريش او الحليب. طبعا اختياري، بتحبوا تحطوا طحين ما بتحبوا تحطوا طحين على راحتكم، بس يفضل حط الطحين مثل ما قلنا مشان يشد عنا الصلصة وتعطينا القوام الجيد. هلا هيك انا صار عندي الزبدة جاهزة. طبعا انا وقت اللي بدي نزل الطحين مع الزبدة، كمية الطحين بدها تكون مناسبة لكمية الزبدة. مثل ما حكينا بالخطوات اللي قبل او بالطبخات اللي قبل، نحن حكينا انه هاي الطحين مع الزبدة هو اسمه رو. هلا هيك صار انا عندي الطحين جاهز مع الزبدة، مثل ما نكون شايفين صار مثل السميد. هلا بجهز عندي الحليب وبنزل الحليب، فينا نحطه ساخن وفينا نحطه بارد، لانه بالمجمل انا عندي هون الطنجرة ساخنة. هلا ما بحمص انا ابدا الطحين، هلا بنزل نصف كمية الحليب وبحرك. هلا الحليب نحن فينا نستعمل حسب الرغبة، حليب كامل الدسم، حليب قليل الدسم، ما في مشكلة، حسب كل ست بيت شو بتحب أو كل شخص. يعني نحن بالمجمل فينا نحن نكثف الصلصة نعملها صلصة دسمة أو صلصة مانا دسمة، مثلا للرياضيين إنه بيفضلوا انه الصلصات تكون مانا دسمة كتير، فينا نستعمل نحن الحليب قليل الدسم وبنستغني عن الكريم فريش، لانه الكريم فريش بتجي دسمة. هلا هيك نحن تقريبا صلصتنا عم تصير جاهزة. هلا بنزل بالحليبات كلهم مع عملية التحريك المستمر. هلا انا ليش ما حمصت الطحين؟ هلا متى حمصنا الطحين رح يفقد انا عندي الصلصه اللون الابيض، حيصير لونها اسمر، وانا ما بدي اياها يصير لونها اسمر، بدي اياها تكون لونها ابيض ناصع مشان تعطيني المفعول الجيد. هلا حسب كل نوع طبخه وله طريقه بالتحضير. هلا بنحرك بهالشكل مع التحريك المستمر. هلا بنزل بالملح وبالفلفل الابيض. هيك صار انا عندي صلصتنا تقريبا جاهزه، البطاطا هون عم تنسلق. بنحاول بنحرك دائما، بنتم عم نحرك تحريك المستمر لطبختنا للصلصه مشان انا يدوب عندي الطحين. هلا بالخطوه الجاي حنشوي مع بعض الدجاج وحنشوف الصلصه تكون جاهزه وحنعمل البطاطا بيوريه.
هلا رجعنا لكم لنكفي طبقنا لليوم. مثل ما أقول نحن صار جاهز عندنا الصلصة مثل ما عملناها بأول فقرة. أنا شويت الدجاج وصاروا جاهزين عندي البطاطا كمان صارت جاهزة لحتى نهرسها ونطبقها مع بعض. هلا رح نشوي الدجاج مع بعض. هلا طبعا هون الصلصة أنا حطيت لها بعد ما غلت شوي وراح طعمه الطحين حطينا الخردل مع عصير الليمون صارت جاهزة. هلا بنهرس البطاطات مع بعض بالهراسة. كمان حطينا نحن هون طنجرة على النار لحتى كمان نطبق البطاطا. هلا بنهرسها بهالشكل. عندنا هراسة بالبيت اوكي بالشوكي كمان ما في مشكلة حسب الرغبة. نهرسها بشكل جيد. طبعا لازم تنهرس البطاطا هي وسخنة مو هي وباردة، لأنه إذا كانت باردة ما بتعطيني المفعول الجيد بالهرس، يعني مثل ما بنقول نحن بالعامية إنه ما بتدوب معي البطاطا عند التحضير. لازم تكون أنا البطاطا عندي بشكل كريمي وقت اللي بحضرها وبسكبها بالطبق. هلا هيك تقريبا البطاطات صاروا عندي جاهزين مهروسين. هلا رح ننزل مع بعض الدجاج. الدجاج ممكن نحن هلا قبل ما ننزل الدجاج لازم نحط شوية زيت بالمقلاي، زيت أبيض طبعا أو زيت قلي. هلا مثل ما نكون شايفين أنا قلت بأول حلقة إنه أنا متبل الدجاج ملح فلفل أسود ومقطعه بهالشكل. فينا نقطعه بالطريقة اللي بتحبوها ما في مشكلة، بس يفضل تقطيعه بهالشكل شرائح مشان أنا وقت الإسكبه يعطيني شكل حلو بالسكب. فينا نقطعه أصابع، ما فينا نقطع كيوبات أو يعني مربعات لأنه نحن تقطيعة المربعات للطبخ أكثر شيء مناسبة. هلا هيك صار أنا عندي الدجاج جاهز، بنخليه لحتى يغلي شوي مع بعض. هلا بننزل مع بعض البطاطا هون بالطنجرة. هلا صارت البطاطا أنا عندي جاهزة. هلا بنحركها بهالشكل، بنحط الملح ومنحط الفلفل الأبيض أو الفلفل الأسود. هلا هيك البطاطا صارت عندي جاهزة أنا، بس بحركها شوي بعطيها شوية مية صغيرة بعدين بنحط عليها الكريم فريش مع أو الحليب حسب الرغبة. بعدين بنحط الزبدة بنخلطها مزبوط. بعدين هون بنحط الزعتر أو الطرخوم مثل ما أنا حاطط، بنحط الدجاج وبنخليه يغلي. هلا هيك تقريبا طبقنا صار تقريبا نصف جاهز، رح نشوفه بالشكل النهائي. هلا وصلنا لطبقنا بالشكل النهائي. هلا سكبنا الدجاج مع الزعتر وسكبنا البطاطا بيوري. هلا صار طبقنا جاهز، زيناه بالطرخوم، حطينا الطرخوم للتميز يعني، فينا نستغنى عنه حسب الرغبه.